السجن ولا يزالوا بالمنطقة. هرب ثلاث مساجين من السجن ولا يزالوا بالمنطقة. على جميع سيارات النجدة التوجه فورا إلى منطقة أبو زعبل للاشتراك في القبض على ثلاثة مساجين هاربين من السجن. سنوافيكم بأوصافهم فورا. جاءنا ما يلي من وزارة الداخلية. هرب ثلاثة مساجين من سجن أبو زعبل، وترجو مصلحة الأمن العام من الجمهور أن يساعدها في القبض عليه. وإليكم صوره. الهارب الأول رشدي أباظة، الهارب الثاني محمد عوض، الهارب الثالث يوسف شعبان. يوسف خايف يا عوض. خايف من ايه؟ ما خلاص فضنا الخطر. خايف من هدى. خايف اول ما تشوفني تهرب مني. ليه؟ تفتكر اني مجرم؟ انت مش عارف انك مظلوم؟ مش كانت موجوده ساعه الراجل ما كان بيتحايل عليك عشان تعين الخزنه؟ كانت خدعه. حطوا السكينه في رقبتي خلونا افتح الخزنة. هما لطشوا الفلوس ورحت انا في داهية. تحملت السجن عشانها. مرضتش اجيب سيرتها في التحقيق عشان محدش يعرف ان بينا علاقة. طبعا انسان بيحبها يسوق سمعتها ازاي؟ حب ايه ده اللي ودي السجن يا مهراجة؟ ما تجيبش سيرة المهراجة دي تاني. يدخل السجن عشان الحب ويهرب منه عشان الحب. المرة دي يا حلو هترجع على عشماوي ان شاء الله. عشماوي؟ ما تحسن ملابسك يا. طبعا هو مش هربان دلوقتي عشان يرتكب جريمة. لا لا يا يوسف، انت تروح لها كده بهدوء وتعرف مين اللي هيتجوزها. اتجوزها؟ ترشم من دمه اقتله. جالك كلامي؟ منشن على عشماوي. لا يا يوسف اتصرف بعقل. الستات صنف ما يستاهلش. اسمع كلامي انا. ايوه اسمع نصيحته. ما هو كان زير. زير؟ زير نساء، يعني دكتوراه في الامور النسائيه، واخد اكبر شهاده في البلد. احكي له، علمه، قول له الستات عملوا فيك ايه. اللي كانت تبص لي في وشي كان قلبي سقطت، واللي كانت تبص لي بعيون نعسانه كنت ابص لها بعيون مدغمسه، واللي كانت تهز لي كتفها تهزلها وسطك. بس يا اصله فتك، مفيش واحدة عصلت معاه. حتى لو كانت ايه اعمل نفسي ايه؟ لغاية ما جت واحدة دخلتك السجن. هل ينتهي شخصية مهراج عشان يوصل لواحدة ست كانت تستاهل؟ كان عليها رموش. وانت بقى عوض ناوي ترجع الفلوس اللي سرقتها لاصحابها؟ اصحابها اللي استغلوا طبتي علشان اسوق لهم العربيه وفهموني انها خدمه انسانيه
وبمجرد ما لمحوا البوليس فص ملح وداب، ولقيت نفسي لوحدي ودوست العربية فيها يجي 30,000 جنيه. فقلت يا فكيك، ولولا نمرة العربية ما كانش اتقبض عليك. الفلوس دي تمن الأيام اللي قضيتها في السجن وكسر زلط. يعني أنت متأكد إنك تلاقي فلوس؟ طبعا، شجرة الجميز 20 خطوة. 1 2 3 4 5. يا غابة يا غابة ما تقدرش تعيا. اتلم بقى يا أخي. طيب، طول الليالي اللي عشتها في السجن وأنا بقول 20 خطوة بعد شجرة الجميز، وأنا كنت بقول هدى هدى هدى، وأنا ذنبي إيه؟ أقعد معاكوا ليه؟ هو لولاك أنت كنا إحنا هربنا. هي الكندة، إحنا مش متفقين على الخير والشر سوا؟ الخير والشر انتهوا دلوقتي، أنا من هنا وأنتوا من هنا. ليه بقى يا مهراجة؟ قلت لك بطل مهراجة. رجلي دي ولا مرتبة يا اخي؟ عشان تودونا في داهية. انت فلوس وده حب، يعني انتوا الاتنين عايشين في مشاكل، وانا انسان مش عاوز مشاكل، انا عاوز هدوء. يعني مش هنشوف خليتك ولا اشوف خليتكم؟ ابعدوني عن المشاكل. بذمتك لو شفت ستة حلوة وحواليها اسلاك شايكة والغام، مش تخاطر بحياتك عشان توصل لها؟ ابدا، ابص لها وكاني شايف بعبع قدامي. قد كده بقيت تكره الستات يا رشدي؟ من النهارده كل ستة اشوفها لازم انتقم منها. هتعملها ايه يا رشدي؟ اتجاهلها يا ولد. قطر وطو وطو قطر قطر وطو وطو. المهم يا جماعة، لازم نخلص من هدوم السجن دي. صح صح. Thank you.
لك انت. اهو إذنك وصلني لغاية في العمار. فين العمار ده؟ قدام شوية في العمار. امسك. في العمار. انزل. حاضر. في العمار. أنا بقول لك انزل. والله العظيم نازل. في العمار. انزل. اعمل معروف، أنا مش عايز مشاكل. لو ما نزلتش هموتك. أنا حالف على المشاكل. انزل. حاضر. انزل. انت عايزه ايه؟ بتجري ورايا ليه؟ اخسى عليك، مش كفايه اتاخرت عليا ساعتين؟ ليه؟ كان في بينا ميعاد؟ اوه، انت مش واثق فيا ولا ايه؟ تبقي مين حضرتك؟ ريتا. مش عارف ريتا. اسمعي بقى، انا مش عاوز لف ودوران، انت تعرفيني؟ ها؟ انا مين؟ ها؟ شفتيني فين؟ ها؟ انا عمري ما شفتك. امال ايه الحكايه؟ سمعت عن مستر جو، مستر جو، مستر جو. مستر جو؟ لا، انت باين عليكي محفوفه. مستر جو، انا عندي تعليمات. نمرة العربية وماركتها، الجاكيت القطيفة، البرنيطة اللي انت لابسها، السيجار. وبعدين معاك يا مستر جو. يعني انا مستر جو؟ وانا ريتا. اهلا ريتا.
وبعدين بقى؟ يلا بينا نركب عربيتك ولا عربيتي؟ عربيتك. لا عربيتي. لا عربيتك. مش عارف. تعال معايا وانا هبعت اللي ياخد عربيتك. عشرين خطوة من هنا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15. إيه ده؟ أنت طلعتني منين؟ أنت جيت هنا إمتى؟ قولي من فضلك. يعني الفيلا اللي هناك دي اتبنت امتى؟ من زمان. من زمان؟ الله، هي مش كانت خرابه؟ كان زمان، لكن دلوقتي بقت فيلا محترمه. طب انت عارف البواب اللي بيشتري جزر هناك ده اللي اسمه سعد عبد الباسط؟ ايوه هو سعد عبد الباسط ده، من بلد من دشت. ايوه من دشت، كانت على لساني. عاوز منه ايه؟ لا حاجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا حاجي سعد. عليكم السلام ورحمة الله، ربنا يسمع منك يا شيخ ونحب. بإذن الله ويكون جماعة بالحب. بالحب. إيش حالك يا حاجي سعد؟ مش أنت برضه سعد ابن الحاج عبد الباسط؟ أيوه أنا سعد عبد الباسط، إزيك يا راجل؟ الله يسلمك. لكن ما قلت ليش؟ أنت بسلامتك تبقى مين؟ الا بجميل ده انا من دشتي وبجد حبيبك الروح بالروح ابن الكونش. وانت محمدين هريدي؟ هو محمدين هريدي اللي بيقول عليه دي ويسلم. والله يا شيخ زعلنا قوي لما عرفنا انه مات. هو مات. الله يرحمك يا بوي. يا لا يا با. يا لا يا با. بس يا ولدي بس. الله يرحمك يا بوي. ماله الراجل ده؟ ابوه مات. الله يرحمه. يا يا ده ساكن عندكم؟ لا ده صاحب الجماعه اللي في الدور الثاني. ربنا يطمنك. الله يرحمك يا باي. بس عاد ما تفرجش عليك الناس. تعال ارتاح عندي جوه شويه. هتعبك يا سعد. تعال يا ولد العم. الله يكرمك يا سعد. يا سلام، مصر وحشتني، بقالي سنين ما شفتهاش. هو انت جيت مصر قبل كده؟ ايه اللي جيت مصر؟ ده انا مولود في المنيا. المنيا؟ مال مستر شو؟ قصدي المنيا الغربية. برلين. برلين. وناوي تستنى هنا كتير؟ حسب الظروف. تلاقيهم دلوقتي بدوروا عليها في كل حتة. هما مين دول؟ عملاء يعني في المنيا. برلين. برلين. انت مقر اعمالك في برلين؟ ايوه طبعا، هناك السور الكبير والاسلاك الشيكه. انما وحياتك على مين؟ انا نفدت برضو. انت هايل. وبعدين بقى؟ الله يرحمك يا بوي. شد حيلك امال. قصدك فكرتني بالغالي. انا لله وانا اليه راجعون. لكن ما قلت ليش تطلع مين في ولد المرحوم محمدين هريدي؟ عواد ولا حسنين ولا عبد السميع؟ هو عبد السميع دي. لا لكن ده هيقولوا عبد السميع مات. مات؟ دي ساعة يا راجل. مات كيف وانا قدامك اهو؟ ايوه صحيح، ما دام انت مودود يبقى ما ماتش. اتفضل الشاي. وجيت ميتة. لسه واصل. رجل ابن حلال بلديات ما بديش دي اداني معادي هني
عشان يشغلني عندي ناس اكابر. وبعدين من صباحية ربيني وانا بدور عليه مش لاقيه. يوه ازاي الكلام ده؟ اللي حصل صدق بالله يا سعد يا اخويا. امنت بالله ما معيش ولا قرش يوحد ربيني. يوه امال حتبيت فين؟ مش لاقي حتة انام فيها يا بلديات. واسمه ايه الراجل اللي هتقول عليه ده؟ اسمه راجل مين؟ اللي هتقول عليه ده؟ ايوه اسمه صقر ابو شنب. صقر ابو شنب؟ ايوه. ما سمعتش على الاسم ده، بلدينا ده؟ حتى بالامارة بشنب، وبيشتغل في الفيلا اللي قدامنا دي. لا، اللي هيشتغلوا في الفيلا دي انا عارفهم واحد واحد. عارفهم؟ ايوه. حلو، يبقى حبيت عندك هنيه. تآنس وتشرف، ده ابوك خيره علينا الله يرحمه. مني؟ ارقص معايا. لا برضه خايف مني؟ بلاش ارقص لوحدي. بعدين بقى مني؟ انت خايف من البروفيسور؟ بروفيسور؟ بروفيسور مين؟ انا ما خافش من حد ابدا. امال بتعمل معايا كده ليه؟ ما بحبش الستات. كنت بسمع عنك انك ظريف يا مستر جو، ما صدقتش لما شفتك. ميرسي. انا ما كنت في سويسرا، ما شفتكش هناك ليه؟ انا ما كنتش في سويسرا. امال كنت فين؟ في ابو زعبل. شيء يموت. نتكلم في الشغل بقى؟ نتكلم. تعال
بعدين بقى. اسمع حبيبي، أنا بقول بدل ما تسلم الألماس اللي معاك لرينيه. رينيه مين؟ اللي بيشغلني ويشغلك. آه. ورينيه سلمه للبروفيسور. بروفيسور مين؟ اللي بيشغل رينيه. آه. بدل ما تديهم الألماس، تعالى نهرب بيه أنا وأنت. نروح لبنان، إيطاليا، فرنسا. مش أنا أحسن من رينيه؟ أنت أحسن من رينيه، وأبو رينيه، وأم رينيه. خلاص، نهرب سوا. أفكر. طب حبيبي، على ما تفكر هقوم أنا أروح لرينيه لحسن زمانه قلقان. هقوم إنه استنيتك لغاية دلوقتي وأنت ما جيتش. صح. هرجع لك حالا، بس أوعى تروح هنا ولا هنا. هروح فين؟ ترجع أبو زعبل تاني. مخبي الألماس فين؟ صباح الخير. صباح النور. اتفضلي قيسي. مرسي. اتأخرتي ليه؟ خضتيني عليكي. ما جاش المستر جو، ما جاش. مش معقول. انت رحتي في الميعاد؟ بالدقيقة وحياتك. بس أنا عندي أخبار إنه وصل اسكندرية. يمكن انكشف والبوليس مسكه. مش ممكن. مستر جو مش سهل إنه يتمسك. أمال يعني راح فين؟ مش عارف، حاجة تخوف. اتصل بالبروفيسور عشان تتأكد منه. أنت مجنونة؟ ليه؟ ما اقدرش اتصل بالبروفيسور دلوقتي، ده يطيرني بين السماء والارض. الالماز اللي مع مستر جو بربع مليون جنيه، دي صفقة العمر بالنسبة للعصابة. هبقى اتصل بيك عشان تطمني. مدام، عجبك الفستان؟ جميل بس قصير زيادة عن اللزوم. أنا عاملهولك مايكروجيت مش مانيجو. والديكولتيه مش زي ما قلتلك مدام. ده موديل يا مدام، هو كده تري تريشي. طيب والفستان التاني هيخلص امتى؟ هبقى اتصل بيكي. ميرسي. رني، ما هنش عليا اسيبك من غير ما اوصلك. بس انا ندردش شويه في السكه، في مانع؟ لا ابدا، بس كنت هفوت على واحده صاحبتي. مش تستريح الاول من المشوار وبعدين تفوتي على اصحابك؟ اركبي اوصلك. اركبي. في ايه يا حبيبتي؟ الظاهر الظاهر المفتاح وقع مني في فيينا وانا بعمل بروفا. يعني نرجع ندور عليه؟ طبعا، امال يعني هندخل ازاي؟ انا عارف انك دايما تنسي، عشان كده
عملت المفتاح ده. انت بتشك فيا يا ريني؟ ايه معنى تصرفاتك دي؟ زعلان كده ليه؟ ليه شايل مفتاح شقتي معاك؟ هو في فرق بيننا وبين بعض يا حبيبتي؟ الناموس الناموس جرس دي قوي. غط وشك يا ولد غط وشك. حاضر. Thank you.
15 16 17 18 19 عش. لازم امنع الجوازه دي باي طريقه. هروبك من السجن هيزود المسافه بيننا. انا ضحيت بحريتي ومستقبلي عشانك، واللي هيقف بينا حد له. يوسف يوسف ارجوك ما تتهورش، احنا مش ناقصين، وتاكد اني ما بحبوش. وايه اللي خلاك تقبلي الخطوبه؟ مرات بابا هي السبب، فريد يبقى هو. وده السبب ليه؟ احنا فين؟ في عصر الجاهليه. بس احسن جاي. هستناكي في الجنينة. طيب. انتوا مش ملاحظين انكم زودتوها حبتين وانسجمتم؟ اصل خطيبتك بترقص هايل. ما انا عارف. ما هي دي من المزايا اللي خلتنا اتجوزها. وانتوا اتجوزتوا فعلا؟ يعني كلها فركة كعب وهيحصل. مبروك مقدما. ميرسي. لكن الاستاذ ما عرفنيش بنفسه. انا؟ اي. انا الخط. الخط؟ لا واضح واضح. واسمك الحقيقي ايه بقى يا خط؟ عصام. اهلا وسهلا. اهلا. انا معجب جدا بتنكرك. طبيعي طبيعي خالص. عارف اللي يشوفك يقول عليك مجرم، لكن انت اللي يشوفك ما يقولش عليك ظابط. ليه؟ عشان حاطط الدبوره بعد النسر. الاستاذ ياسر عليه خبير في البوليس. لا انا خبير في حاجات كتير. عارف بقى انا نفسي اشوف وشك فريد. هتبوظ نظام الحفلة. اوعى تكون زعلت. لا ابدا خفت. خفت؟ عليك. لا تطلع الخط بحي وحقيقي. اشوفك بخير يا هنا. مع السلامة يا يوسف. يوسف؟ هو اسمه يوسف ولا عصام؟ أنا عارفة بقى. أصلها معرفة سطحية. قابلته مرة في حفلة واحدة صاحبتي. أنا كمان بيتهيألي إني شفته قبل كده. أهلا بالعرايس. مهما تنكرتم برضو عرايس. شباب غلبت الشباب يا عم. انت فاكرني عجوز ولا ايه؟ خلينا نرقص مع نجمة الحفلة شوية. بكل سرور يا عم، بس راحتك ما تطولش احسن ما اقدرش على بعدها ابدا. عايزك تشغلين، ما تخليهوش يبعد عنك لحظة. بلاش يا فريد، انا مش مطمنة. اللي بقول عليه يتنفس. أنا عارفة كل حاجة حطوها على دماغي في الآخر. عن إذنك. مالك يا أمور؟ سرحانة في إيه؟ مالك يا يوسف؟ في ايه؟ قطتي اللي هناك دي؟ ده مكتب بابا. ليه؟ اصل خطيبك نط في الشباك ده دلوقتي. اسمعي استنيني انا. كان بيعمل ايه يوسف؟ كان بيحاول يفتح الخزنة. الحرامي مجرم. كأنك ما شفتش حاجة. عشان ايه؟ مش هتصرف. ما بترقصي ليه يا فريد؟ مش عاجباك الحفلة ولا ايه؟
زفت. عملت ايه؟ معرفتش. حد شافك؟ قلت لك بلاش الحكايه دي، مش قادر تصبر. لو صبرت انا النيابه مش هتصبر على شيكات وكمبيالات، لازم ادفعها في مواعيدها. مفيش غير انك تلاطف هدى وتحايلها، دي عيله ممكن بكلمتين. مش هقدر اعمل اكتر من اللي بعمله. وايه اللي في ايدينا؟ لو ادى الامر ان ننسف الخزنه هنسفها. انت عايز تودينا في داهيه؟ هذه فلوس وانا اهدى. اديتك كل اللي عندي. يبقى سيبيني اتصرف انا بقى. الجبان المجرم دلوقتي بس عرفت ليه عايز يتجوزني. هدى ساعديني نكشفه. انا لازم اقول لبابا. لا لا خليك طبيعيه ارجوكي. يوسف ايه مش واثقه فيا؟ عن اذنك اهلا بالخط. اهلا حضره الضابط. انت رجعت تاني؟ ماشي عليا اسيب الحفله، قلت اجي اشرب بس مش لاقي لي صاحب. عندك مانع؟ ايه صاحبك في الشرب بس. وليه ما يكونش على طول؟ تتعب. نسيت اعرفكم ببعض، ميمي حرم شريف بوالد هدى واختي وحماتي في المستقبل والاستاذ عصام واسم التنكر الخط خبير في الخزن. خبير في ايه؟ في الخزن، افهم في كل انواعها، خزن البنوك والبيوت حتى حصلات الاطفال كمان. تيجي بقى معايا تختار الجاتوه اللي يعجبك. الراجل ده كشفك؟ يعني ايه خبير خزن؟ واشمعنى اللحظه دي بالذات؟ لازم شافك. بتضحك على ايه؟ مالك جرى لعقلك ايه؟ تصوري كنت اتمنى قبله لغايه ما جاني هنا برجليه. مين هم؟ خبير الخزن. ايه الضحك ده كله؟ اصل الدنيا اتفتحت لي يا هدى. ما ترقص مع خطيبتك شويه. لا معلش رقص انتوا مع بعض احسن. افتكرتك. صحيح يعني تعرفني؟ يوه اللي اعرفك من زمان يا راجل، واحنا اصحاب واحنا قد كده. مش معقول. بالاماره كنت اشقى مخاليق الله واحنا في المدرسه. غريبه لكن انا مش فاكر حاجه ابدا. دلوقتي افكرك. يا سلام ده انا كنت مشتاق لك بشكل بشكل مرعب. ها انما انت عرفتني ازاي؟ كفايه اشوف عينيك اللي كلها نباهه وذكاء. اسمع احنا لازم نقعد مع بعض قعده صغيره نفتكر فيها ايام زمان والمدرسه. طبعا نقعد. لا مش هنا. هنا اهو بكره الساعة 9. وكارت كمان؟ ده انت باين عليك مدير اعمال خطيرة. ما عنديش مانع. وعد شرف؟ ما بلاش حكاية الشرف دي. طب وان ما جيتش الاقيك فين؟ تقول يا خط في سرك تلاقيني جنبك. حلو. ومش معقول ما نقبضش عليهم لحد دلوقتي. معنى كده ايه؟ شطاره منهم ولا اهمال منكم؟ يا فندم احنا فتشنا بيوتهم واضعينها تحت مراقبه شديده. ده عملنا كل التحريات عن معارفهم واصدقائهم. انا عاوزكم تولوا البحث حسب الخطه الموضوعه. لازم نقبض على المساجين الثلاثه في اقرب وقت ممكن. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ايه ده؟ وانا في كل حته الاقي حته قدامي. ما هو نعبط تروحوا لحد مكان الفلوس، ما تعرفش تتصرف. اعمل ايه؟ الكلب متوحش. يا شيخ ليه؟ الكلب ممكن بحته عظمه ليه؟ عرفتش. لكن على العموم انا ما فقدتش الامل. امل ايه وسفت ايه يا شيخ؟ انا شخصيا كنت متكل على فلوسك. غصب عني لو شفت الكلب تتسرع. انت اللي جبان. اوعى تتحرك. اللي هيتحرك اضربه بالنار. رشدي مش ممكن. يخرب عقلك.
ايه ده يا مهراشة؟ المهراشة الخواجة؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ ريتا. ريتا؟ كلبة أخرى؟ أجمل الستات. عينين ما وردتش عليا قبل كده. جسم ما صادفتوش في حياتي. احكي لنا رشدي احكي لنا. لقيت نفسي في وسط فلوس وستات ومشاكل غصب عني. فلوس يعني هتساعدنا؟ احنا سوا على الخير والشر. مش كده؟ خد. بس بشرط تكونوا جنبي. فين؟ مطرح ما اروح انا مش عارف رجلي هتوديني فين. انا ما اقدرش اسيبه ده. وانا ما اسيبش ركس. هاتوا الفلوس. ايه اوعى. انا ما شفتش منكم غير وجع القلب. كل واحد فينا له مشكلته يا رشدي. مشكلتي اهم. انا في وسط ناس ملاعين وهفضل في وسطيهم يا قاتل يا مقتول. يا نهار اسود. المساله فيها قتل. هتعيش جبان وتموت جبان. لا يا رشدي. احنا هربنا من السجن عشان كل واحد يحل مشكلته بنفسه. والمفروض انك تعتمد على نفسك. احنا مش اتفقنا نكون عن خير وشر؟ مغفل مين اللي قال كده؟ انت. خلاص لما تحتاج لنا قوي يبقى يحلها ربنا. انا بقى محتاج لك قوي دلوقتي. ايه شكت؟ ليه؟ بص ضيع عليك ازاي ما تنفعكش. اقلع. صحيح تضيق عليك قوي. انت ماشي بيها ازاي تعمل لك كلو؟ اقلع كلو. تاخد البنطلون كمان. لا متشكر قوي. ربنا يخليك لينا يا مهراجة. ويطول لنا في عمرك يا مهراجة. ما يحرمناش منك. اندمج. هتتعب. خش البيت. احنا رايحين فين دلوقتي؟ مكان امين. ما تخافش اسمك من دلوقتي جبران ومن لبنان. جبران جبران جبران. ايه بيفكريني ها؟ طيب. بونسوار روزا. اهلا. انت خارجه ولا ايه؟ كنت رايحه الفرق. يعني مش هنقدر. اتفضلوا اتفضلوا. الأستاذ جبران من لبنان. أهلا وسهلا. الحمد لله بالسلام. أهلين. مش هنقعد معاكي شوية؟ الأستاذ جبران عاوزك في مشروع. خير. عاوز يفتح ريستوران. مطعم لبناني. قلت له إنك أنت اللي تنفعيه في المشروع ده. بكل سرور. تكرمي مدام. روزا. روزا. وحضرتك نازل في أي أوتيل؟ إحنا جايين من المطار على هنا على طول. كده؟ طب خلاص. خليكم قاعدين عندي لغاية ما نتفاهم وتستقر. خدوا راحتكم. البيت بيتكم. وانا هحاول ما اتاخرش. باي باي. باي باي. تشرفنا يا استاذ جبران. وبعدين بقى والله انا استغرب يا سعد ازاي فيلا طويله عريضه زي دي ما فيهاش غير الراجل ومراته والطباخ وتوحه والكلب. الكلب ازاي مستحملينه؟ انت شفت ريكس؟ لا انا سمعت صوته طول الليل ما نايمنيش. كلب متعافي ما يخليش حد يهوب يم الفلة. اسمع تيجي نخنقه. تشرب شاي؟
نشرب يا حاج سوسو. صباح الخير يا عم سعد. يصبحك بالخير يا توحة. يا صباح الفل والياسمين يا طحطح. وده يطلعي بسلامتك. عبد السميع بلديات تاني. ابن المرحوم محمد هريدي من دشدي. نور. هو انت من دشدي؟ لا من اسمنا. نبقى قرايب ولا يا سعد؟ اكتر يا عبد السميع اكتر قوي. هو ده بسلامته ركس بيه. لا يا ركس. عبد السميع بلديات عم سعد، ما تزعلوش منك امار. او النبي وصيها عليا. على اذنكم انا رايحه السوق. مع السلامه يا توحه. مع السلامه يا طعم يا بتاع اشكال. يا سلام قشطه. توحه بنت حلال باين عليه متجوزه. وهتسال ليه؟ لا بعد عنها يا ابوي، دي ما عجبهاش العجب. كتير قوي تكلموا عليها. واحد طول بعرضه وهيشتغل سمكري. سمكري؟ ايوه. رفضته؟ رفضته. سمكري ترفض سمكري؟ يوه، ياما تقدم لها طباخين وصفرجيه وبوابين ورفضتهم كلهم. رفضته. ست دوحه، ست دوحه، ست دوحه. الله، انت رايح فين؟ رايح اشتري الشاي لعمي سعد. طب البال قدام شوي، تعالى وراكي. يا سلام، جبالكم حلوة خالص، طعمة خالص. انت جيت من دشنا امتى؟ جيت امبارح. ده انا ما كنتش عايش يا ولاد. ده الدنيا هنا اخر حلاوة. اللهم صل على كابل النور. انت جاي في مأمورية؟ لا، جاي عشان اشتغل. اصل انا ولا فخر صاغة ابتدائية. يا سلام. ايوه امال عقبال قابلتك. يا دلع. طب عايز تشتغل ايه؟ اي شغل، المهم اشتغل وبس، عشان ما سيبش هنا ابدا. يا بوي ده ايه الجمال ده كله؟ ده كل حته احلى من اختي فشر براجيت برضو. وعمي سعد هيدور لك على شغل؟ اهو بيقول. ما تعرفيش انت شغلانه اشتغل فيه؟ ما انتوش عايزين في البيت، شغال في البيت. يا ريت. اي والله يا ريت، عشان افضل جنب القمر على طول. القمر ما بيطلعش بالنهار. ما هو طالع ومشعشع اهو. يا اخواتي. يا سلام، فرق كبير قوي. من يومين بس كنت بين اربع حيطان، دلوقتي وانت معايا شاعر ان كل الدنيا ملكي. انا سبب، يا ريتك كنت سبتني اشهد في القضية. لا يا هدى، سمعتك عند اغلى من حياتي ومستقبلي. يوسف. صحيح، اللي بيتحرم من شيء بيعرف قيمته. السجن خلاك شاعر. تعرفي وانا في السجن كنت دايما في بالي، ما فرقتنيش لحظة واحدة، في كل ثانية كان بيتهيألي انك هتفتحي عليا باب السجن. وانت كمان كنت ليل ونهار قدام عينيا. يوسف انا مش عايزك تروح لفريد. لا يا هدى، لازم اروح له، دي فرصتي عشان افهمه. انا مش فاهمه وعايز منك ايه. انا خايفه يا يوسف. طول ما انا معاكي ما تخافيش يوسف. أنا عندي خزنة عايزك تشوفها وتديني رأيك فيها. عايز تشتريها؟ لا، عايز أفتحها. الخزنة بتاعتي، يعني الموضوع ما فيهوش جريمة ولا حاجة. تضحك على إيه يا أستاذ عصام؟ لا أنا أصلي ما أحبش اللف والدوران، أحب أعرف الحقيقة. هتعرف اللي يهمك وبس، مش احسن؟ اتعابي. 200 جنيه. 300. المسألة اصلها بقى مسألة ضمير، وطبعا الانسان لما يكون ضميره حي بيبقى غالي عليه قوي لما بيجي يبيعه. صدقني مش حسرة. الخزنة بتاعتي. رجعنا تاني لللف والدوران.
ما قلت لك ما حبوش. طب اقعد بس. اقعد وانا هريحك. ميتين جنيه. لما هتفتح الخزنة هتاخد كمان 300. ها؟ عايزني امتك. بكرة تديني تليفون ونحدد الميعاد. ما قلتليش الخزنة فين؟ هنعرفها سوا. وهو كذلك. مبسوط مني؟ لا، انبساطك انت يهمني اكتر يا راجل. سلام. بقولك ايه؟ لا بأس عليك. تشكر. البروفيسور بيتكلم. أنا رينيه. بتعمل إيه عندك؟ ريتو المستر جو كتفوني وهربوا. اللي مع ريتا مش هو المستر جو يا غبي. المستر جو لما جه مصر الشخص ده تهجم عليه في الطريق وانتحل شخصيته واستولى على المجوهرات. ريتا فاهمة إن هو المستر جو. أنا هعرف هو مين. أرجوك أرجوك يا بروفيسور اتصرف بسرعة. ابعت حد يفكني. خليك عندك. ما تعملش دوشة. أنا هتصرف. انت مين؟ انا مستر جو. ومين اللي بعتك هنا؟ اقول لك انا مستر جو. انا عارف ان طول عمري حظي وحش. ليه؟ شايف ايه في الفنجان؟ طمني. سكة سفر. لوحدك؟ اه لوحدي. حتى بصي. ادي السكة وادي السفر وادي لوحدي وادي المركب. مركب؟ اه هاخد مركب الصعيد عشان الفلوس اللي معايا خلصت ولازم اسافر. بلاش يا سعد السميح، خليك هنا والنبي، وان كان على الفلوس تتدبر. متشكر يا توحة. ده انا كل ما بشوفك ما اعرفش ليه قلبي بيرتاح. بصراحه يا توحة انت وريكس بقيتوا حته مني، وكل ما بفوت على الحته اللي بينام فيها ريكس قلبي بيزقطط بالفرح. سلام يا سعد السميح، والنبي كلامك زي الشهد. لو كان لسه سيد الطباخ تيجي له شطه وبعد عننا كنت شغلتك مطرحه. اسمعي بقى، في ايدك تطيري سيد ده عشان افضل جنبك على طول. قصدك يعني؟ اه يا توحة، ويخلنا الجو ونستقر ونكون البيت ونبقى اعلى وينكشح من هنا. خلاص يا سعدو، خلي سيد يقول حقي برقبتي. ايوه كده، وريني الهمه. ادي الفنجان اهو، ادي سكة سفر. خلاص مفيش سفر. انت فين يا توحة؟ ايه عايزني في ايه؟ عايزك تساعديني. هساعدك في فنجانين شاي. يا ساتر بلاش، الله الغني. Thank you.
ايه يا اخينا ده؟ انت حاطط بدل السكر شطه؟ شطه استهلك. ايوه. وده معقول يا شيخه؟ دوق يا بيه اعمل معروف. شاي معتبر اخر حلاوه. ايه هو انت هتقول ده؟ حطيت شطه في الشاي. وبعدين بقى في اليوم اللي مش فايد ده، انتوا من الصبح عمالين تتهموني اونطه. انت اللي عمال تلخبط، حطيت كربونات الصودا في الكيك بدل الفانيليا. والمربى جايبها مليانه ملح. انا سبتها. ايوه. اما اشوف واحد يعمل سد الحنك ازاي؟ مش هيعمل سد الحنك، عيش السرايا. سد الحنك. لا عيش السرايا. سد الحنك. لا عيش السرايا. سد الحنك. من فضلك والله، الاستاذ سيد الطباخ موجود؟ قول له يا ولد توفيق بيك المناديل. كلم يا استاذ سيد، واحد عايزك. الو. اهلا وسهلا، تشرفنا مناديلي بيه. يا استاذ سيد، انا سمعت عنك وعن الحلويات اللي بتعملها بمهاره، وسمعت انك احسن طباخ في الشرق الاوسط، وكان اصلك حلواني. وبما اني من هواة الحلويات، بعرض عليك انك تتنازل وتشتغل عندي بالمرتب اللي تطلبه. إن كنت بتاخد 5 هديلك 10، بتاخد 10 بالعند هديلك 20. أنا محسوبك يا بيه في أرض النعام. ياه، ده مشوار بعيد. يا أخي خد تاكس على حسابي، خد رولي باص على حسابي. إيه؟ هو بيحكي لك حدوتة؟ كفاية، روح اعمل بقى سد الحنك. اعمل عيش السرايا. إيه رأيكم بقى؟ ممكن تسد حنكم أنتوا الاتنين؟ بتقول يا ولد؟ لا انا عامل سد حنك ولا عيش السرايا ولا قاعد لكم، ده انتوا تطفشوا بلد، ده انا حنفد بجلدي على ايه القنعره دي كلها؟ على 5 جنيه ارض النعام هاخد 10، هاخد 20. بتقول يا ساي؟ بقول حلم هدومي وانفد بجلدي. كل يوم يعملوا فيا العمايل دي، هي تقول ملوخيه، هو يقول سبانخ، دي حاجه تطهى، ده انا هشوف طياره توديني ارض النعام. استنى بس. كويس كده، انت السبب. لا انت السبب. انت السبب. لا انت السبب. انت السبب. بس بس انا هجيب لكم طباخ، لكن ايه؟ بريمو. استنى يا بنت، تعالي هنا. كان بيشتغل فين قبل كده؟ عند ناس كبار. انت بنت حلال يا دوحة. وانا يهمنا الا رضاك يا سيدي. ما اصله كمان يبقى خطيبي. ايه؟ من امتى؟ خبر اسود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخبارك إيه يا عبد السميح؟ ربنا هيكرمنا إن شاء الله، آخر كرم. إن شاء الله. عبد السميح. عبد السميح. يا عيوز عبد السميح. خلاص، مبروك يا سي عبده، ألفين مبروك. إيه الحكاية يا توحة، ما تفهميني؟ أصل لسه سيد الطباخ بتاعنا زعل ومشي، وهاخد سي عبده علشان يقابل البيت. يعني وإيه اللي مشى لسه سيد؟ أنا واحد ابن حرام كلمه في التليفون وقال له إذا كنت بتاخد 5 هديلك 10، وإن كان 10 هديلك 20. ابن حرام. طب خد البزول اوان. يلا. حلاوتي كتحت. تشرب شاي؟ يوم شاي؟ انت فاضي؟ خليك في الطش اللي انت فيه. يا سلام، ده احنا نفضلك جوه يا ست الكل. واحنا في ديك الساعة لما تزوريني اسمعي، لازم تقولي الغندور بيه ان عبد السميع ده بلدياتي انا، انا وابن اصل ومن عيلة كبيرة جدا في دشنة. لا، والمرحوم ابوه كان هيشتغل شيال في المحطة. يلا يا توحة. يوه ايوة. والشاي. فيك هتنبح صوتك عالفاضي يا حدي. هشتغل هنا وادخل واخرج غصب عنك، هبقى موظف زي زيك. يلا يا سميع الله. ايه؟ هشتغل من النهارده؟ من دلوقتي اهو. ربنا يخليك ليا يا تحت. بس اسمع، كل ما اقول لك على حاجه قول لهم نعم حاضر، وسيب الباقي عليا انا. انت قلت لهم عليا ايه؟ خطيبي. خطيبك؟ ايه؟ وده شيء يزعلك يعني؟ ابدا، ده حاجه تفرحني قوي. من الليله دي مش هنام الليل، هفضل كده جنب ركس لحد ما الاقيها. يوه، هي مين اللي تلاقيها؟ طلعتك البهيه. تعالى.
اتفضل اتفضل يا سعد سميع. تعال هنا. حاضر. تعال هنا في الأول. حاضر استني. تعال هنا. حاضر. لا هنا. تعال هنا. حاضر. لا هنا. حاضر. هنا. حاضر. هنا. حاضر. تعال هنا. تعال هنا. ما تيجوا انتوا تخلصوني. كده أحسن عشان تبقى الاسم بالحق. مش بطال. بطال. ظريف. كشر. ما تسلكوا على بر. ظريف ولا كشر. لا لا تزعلون انا. والنبي اسيب لكم البيت وامشي. ده خطيبي. هتبهدلوه قبل ما يشتغل ولا ايه؟ تعرف تطبخ يا ولد؟ طبعا يا بيه. انا اطبخ جميع انواع السندوتشات. ايه؟ طبعا يعرف يطبخ. مش شغلته؟ تعرف تطبخ التورلي؟ اطبخ التورلي واطبخ الترشي كمان يا استانم. اهم حاجه عندي النظافه والامانه وسد الحلق. وانا كمان احب النظافه والامانه وعيش السرايا. اسمع يا ولد انت لازم تعمل امتحان. امتحان؟ سلام عليكم. تدخل المطبخ لوحدك وتعمل قدامي سد الحلق. وانا كمان تدخل المطبخ لوحدك وتعمل قدامي عيش السرايا. لوحدي قدامي على المطبخ. توحه توحه ما تخافش. تعالي هنا تعالي. تعرف يا غندور بيه اهم حاجه في سد الحنك ايه؟ المعيار. صح. قد ايه نحط الميه مسكر وقد ايه نحط الدقيق المدهوح. صح صح. يا سلام يا غندور بيه يا سلام. طب وبعدين نقدح السمن ونحط الدقيق ونفضل نقلب نقلب وبعدين نحط ايه المية مسكر. صح صح. وبعدين نقلب ونفضل نقلب ونفضل لحد ما يبقى سد الحنك. صح صح. انت طباخ ممتاز وانت غندور ممتاز. 3 دقايق بس وهيكون في بقك سد الحنك. المجوهرات اختفت. شخص مجهول مع ريتا بيدعي انه مستر جو. مش هو مستر جو. طب تعالى شوف ده. مستر جو؟ ايوه مستر جو. مين اللي عمل فيك كده؟ زمايلك. وايه اللي لبسك كده؟ اتسرقت وانا جاي في السكه. تبقى معلومات البروفيسور كلها صحيحه. لازم نقبض على ريتا والراجل اللي معاه بسرعه. يلا. بحالها ما بستنيش فيها. مشغول قوي يا ريتا. وانا جنبك؟ ما هو انت مش عايزه تساعديني. انا عاوزني اعمل ايه؟ تقولي لي فين البروفيسور ومين هو؟ حبيبي انا ما اعرفوش ولا اعرف فين هو. ازاي بس ما تعرفيهوش؟ وما بتشتغلوا مع بعض ازاي؟ مين اللي بيوصل لك تعليماته؟ رينيه. يعني رينيه يعرف هو مين؟ جايز. ريتا انا مش عارف. انا مش هقدر اطمن لك. مش هقول لك على اسرارك غير لما اعرف كل اسرارك. كل الناس اللي بتشتغلي معاهم. ايه
السلام على الحرية، أغلى حاجة في الحياة. على فكرة النهاردة هكلم فريد بالتليفون عشان أحدد معاه الوقت، وبعدين أتصل بيكي وأقولك. عايز باباك يشوف بعينيه فريد وهو بيسرق الخزنة. ده لسه امبارح بيطلب مني نحدد يوم كتب الكتاب. قلتي له ايه؟ رفضت طبعا. فريد مجرم وباين على وشه الاجرام. مالك يا يوسف؟ هو الاجرام بيبان يا هدى؟ طبعا. يعني انا باين على وشي اني مجرم؟ ما تقولش الكلمات دي يا يوسف من غير ما تجامليني. والله العظيم مش باين على وشك غير النبل والطيبة. الحمد لله. أصل السجن ما فيهوش مرايات. ولما خرجت بالسجن ما شفتش وشك في مراية؟ دلوقتي شايف وشي. شايفه في أحلى مراية في الدنيا. اللي في عينيا دي. ايوه اضحكي يا اختي اضحكي، بقالك ساعه في السوق وسايباني لايص في المطبخ. طب انا محضره لك كل حاجه قبل ما امشي، امال لو ما كنتش بساعدك كنت تعمل ايه؟ كنت اترفدت من زمان. انا مش هنسالك الجميل ده ابدا يا تحتحتي. بس ربنا يتمم لنا بخير يا سعد. اعوذ بالله غرب تلت. عصافير بط زي زايد. افادي ساكنين. نعم. هات يا عبدو. ايوه ساكنين. هات لي عبدو. ايوه ساكنين. يا عبدو. ايوه استانم. هات لي عبدو. ايوه استانم. هات لي عبدو. ايوه ساكنين. هات لي استانم. بيت ايه ده؟ يا دوحه يا دوحه. ايه في ايه مالك؟ يا دوحه. ايه مالك في ايه؟ ده اللي اشتغل هنا لازم ياخد بدل جنان. معلش استحمل عشان خاطري. مستحمل عشان خاطرك وخاطر ريكس. اسمعي انا هشوف القرشانة دي عايزة ايه وانت تشوفي القرشان ده عايز ايه. طب يلا يلا. افندم. ايه ده؟ عليك وعليك. ايه ده؟ هات لي اكل لوحدي. حاضر. هاتي لي اكل لوحدي. حاضر. ما تخلصت انت راخر، باين انك بلد زي اصحابك، ما تتهوى كده ولا كده، خليني اخلص من الهم اللي انا فيه. عبدو 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 انت بتعمل ايه؟ بشوف ريكس بيه، هيتغدى معاهم ولا لوحده؟ انا مش فاهمة كل شوية تنط عنده ليه؟ اصل شكله مش عاجبني، نفسه مسدود عن الأكل، باينه عيان عايز يتفسح، ايه رأيك؟ أروح أفسحه شوية؟ ما هو ده وقته. عشان يعرف يتغدى مسكين. والكوبايتين اللي جوه عامل فيهم ايه؟ اصرف انت معاهم. يو جيتي 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 يغدي يغدي يغدي. يلا يا يلا يلا اخلص اسلك اسلك. انا قلت برضو انك هتوزعيه. هو مين؟ ريكس يعني. اه اجيب لك كرسي تقعد في الشمس؟ لا انا مبسوط كده طبعا. اذن هروح احضر الغداء. خدي خدي. خدي خدي يا بنتي. يلا خدي خدي خدي. تعالي روح تعالي تعالي هنا يا بنتي. ريكسي بي ريكسي باشا. انا هسيبك شويه صغنطتين وارجع لك. ما تقلقش هكون عندك بكره الصبح. و
وربطتك في العصايا وتناموا كلكم وتناموا كلكم. الو؟ ايوه يا هدى، اسمعيني كويس. الساعة 12 تمام حاجنا وفريد. هو عمل ترتيبه. قولي لبابا، بس اوعي مرات ابوكي تعرف. حاضر. مع السلامة. كنت بتكلمي مين؟ ده فريد. يا حبيبتي، أنا متأكدة إنك بتحبيه. مش تكلمي بابا بقى، حد كاتب الكتاب ده؟ فريد على نار. بيبات ويحلم بيوم الجواز. ريحي بقى يا هدى. ان شاء الله. هتنامي؟ ايوه. تصبحي على خير. وانتي من اهله. كلمي يا هدى. اكلم مين؟ ناس عايزينك. مساء الخير يا هدى. امال قلت لي ليه كنت بكلمي فريد؟ كنت بكلمي مين؟ ايه يا جماعه؟ ايه؟ ايه في ايه يا مين؟ تعالى شوف الهانم الكدابه. كانت بتكلم واحد في التليفون، واقول لها مين تقولي بكلم فريد. انا ما اسمحلكيش تقولي عليا كدابه، وانا ما كملتش كلامي. ده فريد وجدي، زميلي في الكليه. وكان عاوز ايه يا حبيبتي؟ كان عايز كشكول المحاضرات. بسيط. ودي برضو حاجه تزعلك يا ميمي. قولي لاخوكي مبروك. على ايه؟ خلاص اتفقت مع عصام. عصام اللي؟ ايوه عصام اللي. انا ما ارتحتلوش. هترتاحي له لما تعرفي هو مين. مين؟ مسجون هربان. فاكره الثلاثه مساجين اللي هربوا والبوليس قالب الدنيا عليهم؟ واحد منهم. طيب و وايه؟ يفتح لنا الخزنه، ناخد منه البضاعه، نسلمه للبوليس ويرجع السجن تاني. المهم الليله دي الساعه 12 بعد ما تتأكدي انهم ناموا، ولعي نور المكتب وطفيه مرتين. فاهمة يا ميمو؟ ولا كلمة. ايدك يا فوق. وقعت يا حلوة. ما كنتش متوقع طبعا اني هظبطك. ابدا. دلوقتي بس اتحقق ظنوني. انا كنت شاكك فيك من يوم ما اشتغلت عندنا. يا نهار اسود. عرفتك على حقيقتك. انكشفت. طبعا انكشفت. والفضل يرجع لذكائي. انا هعترف لك يا استاذ غندور. الحقيقة أنا دخلت الفيلا ديت علشان وأنا مستنى عشان تفهمني جيت ليه يا خلبوص. خلبوص؟ طبعًا خلبوص كبير. أنت مش كنت بتتحلب علشان تروح لتوحة؟ توحة؟ توحة؟ كانت سليمة. سليمة؟ قصدي شرفك عندي ما كنت رايح لها. اخرس. انا عيني مفتحه وفمها وهي طايره. لا طبعا. هي ايه دي بقى يا استاذ غندور؟ خلصها. خلصها لا اقبلها اطلاقا، انما الفضيله عشقها. طب احلف لك بايه علشان تصدقني؟
اثبت لي حسن نيتك بدون حلفان. ازاي؟ بكره تكتب كتابك على توحه. لا 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 لا، كلمه واحده، يا الجواز يا الطلق. بقيت أتعبي. تحت أمرك. تحت أمرك يا يوسف شعبان. كنت عاوز تكشفني؟ أديني كشفتك يا خط. ميمي، كلمي البوليس، قولي لهم المساجين الثلاثة اللي هربوا من السجن اتهجموا علينا وسرقوا الخزنة بتاعتنا قبضنا على واحد منهم. اشوف وشك بخير يا خط. يا مجرم يا حرامي، اقف عندك، اقعد اتحرك. يوسف اللي هيجي ورايا هضربه برصاص. سيبوه مش هيروح بعيد، البوليس جاي حالا. شويش لحسن مزودها حبتين. سكران بشدة، ادخل بيها على ضابط نبطش. ايدك معايا، ده هيتعمل له محضر سكر وعربادي ولازم يتسجن عشان يحرم يسكر تاني ويبهدل نفسه. الا الجماعة السكرة دول اللي كل يوم بيقولنا طوفف طوفف، والله لا تربقها على دماغه قدام ضابط نبطش. الله، وراح فين انت يا غني بتاع السكران؟ الو. ايوه يا يوسف، عملت ايه؟ انهي اسم؟ برافو عليك. ايوه حاضر، هجيبه واجي على طول. مع السلامة يا يوسف. بابا يا ابني، انت انسان نبيل. هدى قالت لي على كل حاجه. انا ما عملتش غير الواجب واكتر يا ابني. نصيحه، سلم نفسك عشان تخفف الحكم عليك، وانا واثق لما تخرج هتكون من اشرف الناس.
المهم ان اخرج ولا ايه؟ هدى؟ هدى لك يا ابني، ده وعد مني. اشوف وشك بخير يا هدى. على العموم انا خلصت ماموريتي وراجع السجن تاني، وما عنديش مانع اساعدك. لكن انت قد الناس دول يا رشدي؟ قدهم ودول. انا خايف تورط نفسك. افهمني، انا عرفت جميع افراد العصابه. طب ما تبلغ عنهم. انا عايز البروفيسور. بروفيسور ايه؟ الزعيم بتاعهم اللي بيحركهم. زعيم؟ هم ليهم زعيم كمان؟ يعني حكايه كبيره قوي. طبعا. وهترجع فيها السجن بصاروخ يا رشدي. مش مهم. انت هربان عشان الحريه. ايه قيمتها؟ ايه فايدتها لو ما استغلتهاش لصالح البلد والناس؟ الله 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 الله، ده مين يا اخويا اللي بيتكلم ده يا اخويا؟ انا اللي بتكلم. اتغيرت مره واحده يا رشدي. لازم كده. يعني عايز ترجع السجن برجليك؟ بشرط. نقبض عليهم. بس لازم عوض يكون معانا. طبعا. المساجين الثلاثة هربوا سوا؟ لا. لازم يرجعوا السجن سوا. لا صح. يلا بينا ندور على العوض. يلا. الله. ايه ده؟ هاتوا. ارفع ايديك. ايه اللي جابك هنا؟ انت كنت بتراقبني؟ ايوه. مين اللي بعتك؟ اوامر. من مين؟ البروفيسور. اسمه ايه؟ معرفوش، اوامر بتجيلنا وبس. انت اسمك ايه؟ سابو. اوعى تتحرك. خد يلا بينا. دي باين عليها عصابه خطيره. ولا يهمك، انا لازم اجيب بروفيسور. انا خايف لا يقتلوك يا رشدي. مش ممكن يفكروا يقتلوني. ليه؟ هما فاهمين ان مستر جو معايا الالماس. هما يهمهم الالماس. ولا يهمنا لا عوض. ده بوليس. كنت جاي مصر وخايف. البوليس في مصر مشهور بالذكاء. مالكش دعوه بحياته، دي شغله البروفيسور، هو هيعرفها. المهم نعرف ريتا فين عشان هي اللي هتوصلنا لجول مزيف. وريتا موجودين في شقة روزا صاحبتها، فوق شقة ريتا على طول. ايوه نفس العمارة. انت خارجة يا روزا؟ ايوه. عاوز حاجة؟ هتتأخري؟ لا ارجوكي ما تأخريش. زي ما انت شايفة ريتا نايمة وانا لوحدي. راجع بسرعة. ميرسي.
شوفي مين. الو بروفيسور. الو ايوه مسكناهم. بيان بيان. عرفنا طريق مسجون من الثلاثة يا فندم. كده؟ موجود فين؟ بيشتغل طباخ في فيلا غندور في مدينة المهندسين. نفس صورة الهارب محمد عوض. راقبته كويس يا فندم وطبقت عليه النشرة وهو في السوق مع البنت الخدامة. طب حضر أول القبض عليه. حاضر بسرعة. دي تبقى مصيبة. تتصرف ازاي يا عوض؟ تتصرف ازاي يا عوض؟ تتصرف ازاي يا عوض؟ تتصرف ازاي يا عوض؟ ملك يا سي عبدو. عبدو عبدو مين مين مين؟ سي عبد السميح. ايه اللي جرالك؟ لخبطت الله يلخبطه. هو مين؟ ريكس؟ لا غندور. قال ايه؟ محكم رايه لازم يجيب المأذون ونكتب الكتاب. ما هو يا اما هتتجوز يا اما هتردك من البيت. لا طرد لا، الجواز ارحم بكتير. انا ما اقدرش ابعد عن هنا ابدا. قد كده بتحبني؟ على فكره في واحد بيسال عليك. واحد؟ واحد مين؟ الله مالك خديك كده ليه؟ مين اللي قابله؟ انا. قال لك ايه؟ قال لي سي عبد السميع موجود؟ وقلت له ايه؟ قلت له طبعا موجود. طب شكله ايه؟ راجل. يا نهار اسود راجل. صح. انا مش هنا، انا مش هنا، انا مش هنا. ولا اقول لك هو فين؟ اهو واقف بره. بره؟ اه. ايه انت تعرفه؟ اه طبعا طبعا، اصل كنت بشتغل عنده قبل كده. اه اهلا. ايه اللي جابك هنا؟ لازم تيجي معايا. فين؟ رشدي واقع في مشكله ولازم يقف جنبه. وده معقول؟ بقى يقول علينا وش مشاكل يجي هو يجرنا للمشاكل؟ مش وقت الكلام ده. المهم دلوقتي لازم نكون معاه. لا يا اخويا، ما انت عارف اني بخاف من خالي. يا عوض ما تبقاش كمان. الجبن سيد الاخلاق. بعدين بقى رشدي اخونا رشدي اخونا وطول عمره واقف جنبنا. ما اقدرش اسيب هنا ابدا، لازم الاقي الفلوس اللي غربت علشانها. انا امبارح في حد بس ما قستش الخطوات كويس. هي مش مدفونه تحت الارض؟ اه. خايف من ايه؟ هتفضل تحت الارض لغايه ما ترجع. ما اقدرش اهد اللي بنيته. انا ما صدقت صاحبت الكلب، اصله كلب ابن كلب.
صح، الدنيا فيها حاجات اهم من الفلوس، لكن الطمع عميق. ها راجل خيالي، في ايه اهم من الفلوس؟ الحب، ها صداقة، تكميلة. استنى انا جاي معاك او كده الرجوله. وديتها على المصفين. اتكلم. سيبوه بقى. الالماس معايا انا. ما تقوليش على اي حاجه. فين بقى يا حلوه؟ ما تقوليش. قول يا حلوه. هتعمل ايه؟ لا لا ودي ببلاش. شوفك ما تبقاش كمان. امسك تعد لحد 10 وبعدين تضرب طلقتين، فاهم؟ بس كده. حاضر. واحد اثنين ثلاثة أربعة. هنا اهو. انت بتعمل ايه؟ مش بتقول عد لحد 10؟ تعد ببقك مش برجلك. واحد اثنين ثلاثة أربعة. عامله يا اخي لما امشي. طب ما تمشي. اخرس انت. روح يا رشدي. روح.
كده تتقع. رينيه بص وراك يا رينيه، امشي كلكم وراه، هاتوا ريتا معاك. بس يا رينيه، الدولاب اللي على يمينك افتحه، خش خش. شرفت المكان مش رشدي أبازة. انتي روزا؟ ما كنتيش متصورة ان انا البروفيسور. مش معقول. ولما انتي عارفة الحقيقة سبتيني لحد دلوقتي ليه؟ اعمل بيك ايه؟ الاهم عندي يوسف شعبان. انا؟ انت قيمتك كبيرة قوي عندنا، بس انت مش عارف. ومحمد عوض مدوخينه معاكم ليه؟ اصل اصحاب احنا التلاتة يا جطنت. مسكين طباخ وحلواني عند الاستاذ غندور. شرفك مسيو رشدي. انت عملت غلطه كبيره قوي بانك حشرت نفسك بينا. لو كنت صرحتني من الاول انكم هربانين من السجن كنت ساعدتك، كنت عملت لمصلحتك. تعال انت اتكلم. تقولك انت؟ لا انت 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 ابو جاكيت قطيفه. قطيفه يبقى انت. اقلع. نعم اقلع. اقلع اقلع الجاكيت يا شاطر. انت اللي طولت في عمر رشدي يومين، لولا انك اخدت منه الجاكيت كان زمانه مات. حدش اتحرك. ايدك فوق ايدك فوق. ولع النور ولع النور. احنا جاية فلوس يا عوض. نفسي اعرف راحت فين. جايبلي الشنطة اللي هيوها وسلموها للبوليس وهم بيبنوا الفيلا. ألف مبروك من هنا والشفا.
يلا بقى الحزوا ملاك. هما فين؟ هم هناك اهو. يلا. وبعدين بقى